بالمحامي اللي كنعملوهم جماعه خاص يتم اخبار المجلس بالمحامي. وانا كنشوف اسماء اللي تردات مره اخرى ما داروا حتى شي حاجه في الولايه السابقه وخلاو ملفات وسافروا مع كندا ولا الولايات المتحده الامريكيه وخلى قضايا كثيره اللي عارفه المحاكم ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يداول فيها. اذا لهذا باختيار المحامي خاصنا ناخذ المحامي اللي يكون عنده واحد الغيره على الجماعه وعلى القضايا ديال الجماعه، ماشي يجي ياخذ واحد المستحقات في كل شهر وبعد ذلك ما كيدير حتى شي حاجه للجماعه. ولا جينا نشوفوا بالنسبه لهذه القضايا والاحكام هي ارث توارثات الجماعه من مجالس هي سابقه، بحال مثلا واحد حديقه السلام امتى خضرتها الجماعه؟ امتى دارت الدعاوى؟ امتى هذا؟ ملي كتكون واحد القضايا حنا دابا عارفين دابا القضايا رائجه في المحاكم، اذا هذيك القضايا خاص تخذ ملفات والدارس من طرف المجلس من طرف اللجنه اللي هي معنيه بالامر والدارس بالوثائق كلها باش يشوفوا مثلا حتى لا كاين مثلا واحد التدليس ولا كاين واحد الزوير والناس خايضين تعويضات على ديك العقارات ديالهم وكيجيو كيرفعوا دعوى ضد المحكمه، هذا راه خاص دار لهم دعوى مضاده باش انهم تصدر عليهم المحكمه. حنا ما تنشكوش في العداله ديال القضاء، اذا كاين عداله قضائيه المحكمه تاخذ او تنصف الجماعه. وهذا بالنسبه للقضايا الرائجه في المحاكم راه ماشي هي غير اشكاليه ديال جماعه السطات، راه هي اشكاليه كتعيشها الجماعات كلها. اذا في اطار تاع لازم من كاين من اجل المنفعه العامه ولا في اطار قضايا او احكام كلها كانت كتحكم ضد الجماعه لصالح الخواص، وهذا كان كيكلف ميزانيه الجماعات. واش الجماعه تمشي بالميزانيه ديالها تصرف على التنميه ديال الجماعات ولا تبقى كتقابله فقط انها تؤدي ديك الغرامات او ديك المستحقات بالنسبه للخواص. اذا هنا بالنسبه اللي كنطالب او توصيه هو يتم سكانير اي وثيقه تسكانها باش حتى لو مشات هذيك الوثيقه كترجعوا ليها وكتلقاوها ان الوثائق تتكون في ملف علاش دابا عاد بانت هذيك الوثائق. اذا هنا خاصنا نشوفوا كما قالوا اعضاء سابقين خاصنا نوضعوا يدنا على الجرح، شكون اللي كيسرق الوثائق خاصو يدان وخاصو يتعاقب وخاص تكون العداله في الكلمه ديالها. وهنا كما قلت لكم سابقا راه ماشي غير الوثائق التي سرقت، هناك ملفات سرقت من مصالح بفعل فاعل، وهذا الشيء خاصو يتحد وخاصنا حنا كنا نتفقوا وخاصنا نديروا اليد في اليد باش نمشيو بالجماعه قدام باش نشوفوا مشاريع ديال التنميه في انتظارات ديال الساكنه. واش غنبقاو في اي مجلس جا نقولوا القضايا كذا كذا في المرضله خاصنا نديو غرامات خاصنا نديرو مستحقات خاصنا بزاف ديال المسائل. اذا هنا الجماعه راه المدينه في حاجه الى حدائق، في حاجه الى مراكز صحيه، في حاجه الى مؤسسات تعليميه، في حاجه الى ملاعب رياضيه، راه انتظارات ديال الساكنه كاينه كثيره، اشنو غنبقاو حنا نقابل غير المحاكم؟ اذا هذا الشيء خاصنا نوضعوا به